من جديد تخترق دمشق وأهلها أمنيا، وتنزف سوريا بالدم، وتسقط الضحايا بالعشرات. وهذه المرة المنطقة المستهدفة حي الميدان في قلب العاصمة، تفجير هز الأرجاء وزرع الرعب بين السكان. هو هجوم نفذه انتحاري فجر نفسه عند شارة مرورية قرب مدرسة حسن الحكيم للتعليم الأساسي، كما أكدت السلطات السورية، ما أدى إلى مقتل 25 شخصا وجرح 46، إضافة إلى تدمير واحتراق عدد من السيارات. واستهدف الانفجار مركزا لقوات حفظ النظام في الحي قرب مخفر الشرطة في المنطقة المجاورة لجامع الحسن، فيما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول سوري أن الانفجار استهدف حافلة شرطة. سيارات الإسعاف حضرت بسرعة، وكذلك الأمن والجيش والمواطنون الذين تجمعوا قرب مكان التفجير منددين بالعمل الإرهابي، مطلقين هتافات مؤيدة للنظام. وحل الوجوم الممزوج بالحزن والغضب على وجوه المواطنين في المكان. الإسلام والدين، لقى الله أكبر عليهم، لقتلونا، لقى شو بدنا نعمل؟ الله أكبر، لقى الله أكبر. يعني مو حرام هيك يساووا؟ مو حرام يساووا هيك بالمدنيين والعساكر؟ يعني مو حرام؟ يعني منظر ببكي، مو حرام؟ شو ساووا لنا دولي؟ ونحن هون ايد واحدة، واي مظاهرة بتطلع، هاي المظاهرة اللي عم تطلع هلا المتظاهر عم يطلع، هو عم بيقوي الارهابي، هو مع الارهابي. راح ضحايا مدنية كتير، عالم طالع رايحة قدن الجامع، قدن على الصلاة، طلعت العالم بدها تصلي، كل واحد رايح على الجامع بيعبد ربه، يطلع شقف نتف بين العالم، مو حرام؟ هاي الحرية اللي بدهم اياها، اني حرية؟ في اثنين كان هنيك على البسكليتة، أبو وابنه راحوا يجيبوا خبز من هون، صار الانفجار، صاروا شافوا نتف، ما تبينوا وينه. استغفر الله العظيم. عالم رايحة تجيب خبز، عالم رايحة تجيب فطور لأولادها، وعالم جهزي حالها للصلاة. قتلوا هالعالم، قتلوا هالشباب، قتلوا هالحريم، وحرام عليهم، يا ويل من الله. وقد توجه وفد من بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية إلى موقع الانفجار لمعاينته، واطلع وزير الداخلية السوري محمد إبراهيم الشعار على مكان التفجير، مؤكدا أنه استهدف قوات من الأمن وحفظ النظام ومدنيين. فجر نفسه في هذه المنطقة بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الناس. التحقيقات الأولية أو الحصيلة الأولية لعدد الجرحى والشهداء 11 شهيد معروفين من المدنيين ومن الشرطة، و 15 أو أشلاء لمارة أيضا اسمها معروف لم تعرف هويتهم بعد، إضافة ل 63 جريح. السلطات السورية لم تتهم حتى الآن أي جهة بالوقوف وراء التفجير، لكن جماعة الأخوان المسلمين رأت أن الانفجار مفتعل، وقالت إن النظام وأجهزته وشبيحته هم المستفيدون من هذا التفجير، وهم وحدهم مالكون لأدواته ووحدهم قادرون عليه. واتهمت النظام السوري بالاختباء وراء تنظيم القاعدة والإرهابيين والمندسين ليستدر تأييد العالم، معتبرة أن مسلسل القتل سيستمر في سوريا، وطالبت بتحقيق عربي ودولي في وقائع الانفجار. من جهته نفى قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد تورطه في التفجير، مؤكدا أن النظام السوري هو من دبره، علما أن الأسعد كان قد قال قبل يومين من وقوع هذا الانفجار إن قواته تخطط لبدء عمليات كبيرة هذا الأسبوع ضد مصالح حيوية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.